أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء طلاب الصف السادس. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نتناول موضوعات الأسبوع السابع لوحدة فن الرسائل، فأهلا وسهلا بكم أحبائي الطلبة. الأهداف، بيان موضوعات الوحدة وتوضيح المطلوب من كل منها. المفهوم الرئيسي، التواصل. المفهوم ذات الصلة، الغرض، السياق العالمي، الهويات والعلاقات. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنتناول فن من الفنون الأدبية بعنوان فن الرسالة. وفن الرسالة عزيزي الطالب هو فن من الفنون الأدبية له عناصر عدة، منها المرسل، منها نص الرسالة، منها الاستفتاح والغرض من هذه الرسالة والخاتمة والمرسل إليه. أنواع الرسالة، رسالة ديوانية، رسالة إخوانية، ورسائل أدبية. والرسالة كمفهوم عزيزي الطالب هو ما يكتبه المرسل على الورقة من أخبار ومعلومات على شكل خطاب لإرسالها إلى المستقبل، وذلك من خلال البريد. وهناك الرسالة الشفوية التي هي عبارة عن الكلام الذي ينقله المرسل إلى المستقبل شفويا، وتعتبر الرسالة من الفنون النثرية في الأدب العربي، والتي بدأت في العصر الجاهلي وتطورت مع تطور الحياة في المجتمعات العربية. في هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب سنتطرق إلى القاعدة النحوية بعنوان الفعل اللازم والمتعدي، وسنقوم بالتمييز بين الفعل اللازم والمتعدي وبيان الفرق بينهما. فالفعل اللازم هو ما يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به لإتمام معنى الجملة، مثل جلس عمر على الكرسي. الجملة التي أمامك عزيزي الطالب تتكون من فعل وهو جلس وفاعل وهو عمر. جلس عمر على الكرسي جملة تامة المعنى، لم تحتاج إلى مفعول به لإتمام معناها. إذن نوع الفعل هنا هو فعل لازم. الفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله إنما يحتاج إلى مفعول به، قد يكون مفعول به واحد أو أكثر من واحد. من الأمثلة على ذلك، رأيت فاطمة تبكي في القاعة. فالفعل هنا رأى، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، فاطمة مفعول به. إذن الجملة هنا عزيزي الطالب احتاجت إلى مفعول به لإتمام معنى الجملة، فنوع الفعل هنا هو فعل متعدي. ثم سنتطرق عزيزي الطالب إلى استخراج الأفعال من الجمل الآتية وبيان نوعها وبيان فاعلها ومفعولها إن وجد. في الصورة التي أمامك أعرض لك مجموعة من الأفعال، عليك عزيزي الطالب أن تبين نوع الفعل وتبين الفاعل والمفعول به إن وجد، ثم تملأ الفراغ بأفعال مناسبة للجمل التالية. وهذه الورقة عزيزي الطالب ستجدها في كتيب المهارات اللغوية ضمن أوراق العمل للفعل اللازم والمتعدي. وأيضا سنتطرق في هذا الأسبوع إلى إعراب الجمل من كتيب المهارات اللغوية وجمل خارجية أيضا. ثم سنتطرق عزيزي الطالب إلى القاعدة الإملائية بعنوان الألف اللينة في أواخر الأسماء. ولابد لنا أن نستذكر هنا القاعدة الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا، الألف اللينة في أواخر الأفعال مثل نما وسعى، وبيان أصل الألف هنا، هل هو أصلها واو أو أصلها ياء. في هذا الأسبوع سنتطرق إلى أواخر الأسماء مثل علا وهدى، وبيان أصل الألف، هل هو أصلها واو أو أصلها ياء. وفي هذا الأسبوع عزيزي الطالب أيضا سنقوم بتخصيص حصتين للمراجعة، لمراجعة الوحدة الثانية، وهي الوحدة التي ستقوم بدراستها للامتحان النهائي.
في هذه المراجعة سنقوم بمراجعة الرسائل الموجودة في الكتيبات بالإضافة إلى رسائل خارجية، وسنقوم بتحليل هذه الرسائل وكتابة بعض الأسئلة عليها والإجابة عليها، إجابة صحيحة مفصلة وبيان معاني المفردات الصعبة. أيضا سنقوم بمراجعة القواعد والتركيب التي تطرقنا إليها سابقا، وهي أنواع الجموع: جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير. لذلك عزيزي الطالب، عليك الاستعداد جيدا لهذه الحصص حتى تستطيع أن تنجز التقييم النهائي بنجاح وتفوق. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت. شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.